كيس مكرونه او كوبايه مكرونه كوبايتين مكرونه على حسب انت عايز تعملي كميه قد ايه من الشوربه. تمام، طبعا عارفين المكرونه بتزيد جدا. فعندي مكرونه اللي هي صغننه خالص دي بتاعت الكشري، عارفينها اهي. هنحتاج كوبايه بسله، كوبايه كوسه متقطعه مكعبات، يعني 2 كوسه كده متقطعين مكعبات صغيره، جزرتين متقطعين مكعبات صغيره، عود كرفس متقطع صغير جدا، 3 فصوص من الثوم المهروسين، 2 طماطمايه كده مبشورين، زيت، وحوالي 5 كوبايات من المرقه اللي هي الشوربه يعني، ومعلقه صغيره ملح، وحوالي ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. تعالوا بينا بقى كده ناخد البسله، ناخد الجزر، ناخد الثوم والكرفس، ونروح على حله عندنا على النار. وادي الجزر كمان، يلا بينا. حله بتسخن، سخنت زياده، نحط لها بقى ايه قليل من الزيت او السمنه. تمام، استاذنكم بس ناخد الحله كده شويه نهدي درجه حرارتها. احط الثوم، وبما ان الحله سخنه جدا فالثوم هينزل هيتحمر على طول، فهكون جاهزه بقى بالكرفس والبسله والجزر انزلهم وراه على طول. ادي الثوم، مجرد ما يبتدي ريحته تطلع احط الكرفس، احط كمان الجزر والبسله. حطينا شويه زيت صغيرين جدا، نزلنا بمعلقه ثوم، فصين 2 بس كده دقيناهم ونزلناهم، يا دوبك اتشوحوا ريحتهم طلعت، نزلنا البسله والجزر والكرفس. دول الحاجات اللي بتستحمل معايا ان هي تقعد شويه عشان تستوي، اما الكوسه من الحاجات اللي مجرد ما بتتحط في النار بتستوي على طول، فهستنى عليها شويه. هقلب كويس بقى واشوحهم كويس. تمام، وابتدي احط لهم شويه ميه صغيرين واسيبهم يستووا كده، ولما يدخلوا في التسويه ابدا انزل لهم الكوسه، لان زي ما اتفقنا ان الكوسه من الحاجات اللي ايه ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. نغطي واوطي النار عليهم واستنى يبقوا نص سوا كده علشان احط معاهم الكوسه. عندنا كمان في المقادير عندي الطماطم اجهزها معانا، والمكرونه. المكرونه في اختيارين احطهم بيها في الشوربه، ايه هما؟ يا اما احطها زي ما هي كده، او ان انا احمرها اديها كده تشويحه كده بمعلقه سمنه صغيره لغايه ما تتحمص وابدا احطها، فهتكون المكرونه محمره. ليكي هنا مطلق الحريه. المكرونه المحمره ليها ميزه ان هي ممكن تقعد معاكي تغلي فيها وتعملي فيها فمش هتنفش قوي او مش هتعجن معاكي، اما المكرونه النيه هي بتبقى اخف اكتر، بس في نفس الوقت لو قعدنا سبناها كتير كل شويه نسخن الحله كلها مثلا وكده فهتلاقيها بقى ايه داشت منك او نفشت زياده عن اللزوم. امتى بقى احط المكرونه محمره وامتى احطها مش محمره؟ لما اكون هعمله كميه صغيره وهاكلها دلوقتي على طول، او هناكلها كلنا على طول وهنخلصها، فممكن تحطيها نيه كده مش هيجرى حاجه. اما لو انت عاملاها وهيفيد منها، عارفه ان الكميه كبيره وعايزه تسيبيها مثلا لبكره شويه منها وكده، فحمريها هيبقى افضل. تمام كده، البسله والجزر والكرفس ريحتهم هايله، هبتدي اضيف لهم بقى الطماطم والكوسه، واحط كمان الشوربه بقى وخلي الخضار يبتدي يستوي، لان المكرونه في تسويتها ما تاخدش وقت خالص. ادي الشوربه، هنسيب بقى الخليط ده يغلي مع بعضه كويس جدا، وهنغطي عليه. شوربتنا على النار بتستوي، بس لسه ما حطيناش المكرونه. كنا شوحنا الاول كده فص ثوم، وبعدين نزلنا بالجزر بالكرفس بالبسله، الحاجات اللي بتاخد شويه في التسويه، شوحناهم وحطينا لهم شويه ميه صغيرين، سيبناهم ياخدوا 2/3 تسويه، وبعد كده نزلنا بقى الكوسه اللي هي ما بتاخدش وقت كبير، سايباهم كلهم دلوقتي يستووا او ياخدوا 3/4 تسويه عشان ابتدي احط لهم المكرونه. تعالوا نحط لهم بقى ملح وفلفل ونظبط الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي فلفل اسود والملح
ونسيب بقى الشوربه تاخد وتدي مع بعضها. وبعدين مجرد ما بحط المكرونه 10 دقائق بالكتير وبتكون الشوربه استوت. حلو قوي. لما احس كده ان الخضار خلاص بدا يستوي هبتدي انزل له المكرونه. وهنا حاجه مهمه برده، راعي دايما ان ما تهريش الخضار، خلي الخضار كده يبقى لسه فيه كده سنه قرمشه بسيطه كده، بيبقى طعمه احلى ومحتفظ بلونه وشكله. انا كده خلاص الخضار دخل في التسويه، بينا نحط المكرونه. المكرونه دي كتير فمش هحطها كلها، نصها يكفي قوي لانها هتنفش جدا. طيب هسوي بقى المكرونه قد ايه؟ مش كتير، مجرد ان المكرونه هنا هتغلي دقيقتين ثلاثه، تقعد تغليهم كويس، هطفي النار، هتكون خلاص اسيبها بقى متغطيه وهي مطفيه كده 10 دقائق تكون استوت، مش لازم اديلها تسويتها الكامله وهي على النار، وده توفير برده للغاز يا جماعه. بس مش عايزين اكتر من كده، هروح شايله الحله من على النار وهي متغطيه كده واركنها جنبي بس ايه 10 دقائق مش اكتر من كده. وبعدين هنبتدي نقدمها، تلاقي المكرونه مستويه و10 على 10. لينا اللي حطينا المكرونه وغليناها دقيقتين اتنين بس وطفينا وغطينا وسبناها. بس بصوا بقى المكرونه ما شاء الله استوت، الشوربه شكلها ما شاء الله، ولا طعمها وريحتها. عفوا. شايفين لون الشوربه؟ اللون ده اخدناه من الطماطمايه اللي احنا كنا بشرينها.